وهنعمل سلطة كابريزي. السلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي هي سلطة ايطالي بسيطة جدا، مكوناتها عبارة عن طماطم، جبنة موتزاريلا بس بتكون كور او قطع، يعني تكون صحيحة مش مبشورة، زيت زيتون اسود، ريحان فريش، رشة ملح، رشة فلفل، رشة زيت زيتون، ورشة خل بلسمك. هي دي الوصفة. علشان نعملها يعني لو احنا عايزين نعملها ماشية شوية مع الفالنتاين، لو احنا يعني ناويين نحتفل يعني نعمل كده اهو واخد كده يا جماعة، بصوا قال يعني قال يعني قلوب اهو. احنا طبعا الحاجات دي يعني ايه عايزين ناكل وخلاص، يعني لو هنخرج ناكل فاحنا عايزين ناكل ونروح، يعني الموضوع مش ايه مش للدرجات دي يعني. بس انا برضو هعمل لكم كام واحده كده عشان ما بقاش حرمتكم الحاجه، لكن الباقي بصراحه هكمله عادي حقيقي. يعني ينفع كده؟ انا بحاول ده انا اللي بحاول اتعالج من ساعتها اهو يا جماعه. بصوا اذا فكرتوا ان انتوا تعملوا الفكره دي فهي هتبقى طماطم، بعدها موتزاريلا وهكذا. دي حالتها صعبة شوية. بصوا هنحط ريحان كده يا جماعة اهو، وبعدين هقوم جايبة اوكي زيتون، حتى الزيتون مش راضي، زيتون اسود هحطه كده، رشة ملح، رشة فلفل، رشة خل بلسمك يا رقية، وهجيب رشة زيت زيتون.